شغالين بقالنا 3 سنين في الاهرام من ايام الاستاذ عبد الفتاح الجبالي، ومعانا موافقه بالشغل من ايامه. عدى علينا 3 اعضاء مجلس اداره، الاستاذ عبد الفتاح الجبالي، الاستاذ ممدوح الولي، الاستاذ عمر سامي، جه الاستاذ احمد النجار. بعد الثوره طردنا. ايه اسباب الطرد؟ هو قال ان انا عملت لكم لجنه بتاريخ 27/3/2014 هتنتهي بعد شهر من تاريخ اعلانها، يعني تنتهي في 27/4/2014. دكتور احمد طلع على بعض القنوات وقال فعلا ان في لجنه وكده، لكن لحد دلوقتي ما اصدرش قرار. كل احنا نعرفه من اعضاء اللجنه ان هو في ناس اترشحت ان هي تتعين او تستمر، لكن هو عنده اعتراض. كل اعضاء اللجنه اللي هو شكلها ما احناش عارفين هم خدوا قرار على اساس ايه، احنا مش عارفين اي حاجه اصلا. احنا بقالنا 2.5 شهر بره الاهرام مش لاقيين حاجه، احنا انطردنا. احنا بنخاطب المجلس العالي للصحافه، بنخاطب نقابه الصحفيين، بنخاطب كل الناس ان احنا مش عندنا شغل، مش لاقيين ناكل، هنعمل ايه؟ ما فيش شغل، ده شغلنا، شغالين بقالنا 3 سنين. فات علينا 3 اعضاء مجلس اداره وجه الرابع مشانا. احنا لو كنا مش على حق كان واحد من الثلاثه الاولانيين مشانا. ايه السبب ان هو يمشينا؟ احنا مش عارفين. اللجنه اللي الدكتور احمد قال عليها، اللجنه لحد دلوقتي ما اصدرتش ولا قرار. اللجنه بقى لها 2.5 شهر ما اصدرتش اي حاجه. وقفتنا النهارده ان احنا بنطالب بالعوده الى عملنا. احنا بنطالبش باكتر من كده، ان احنا نرجع عملنا تاني. احنا بنطالبش دكتور احمد بالتعيين دلوقتي، احنا بنطالبوش بالتعيين دلوقتي بسبب الظروف الاقتصاديه اللي في بلد فيها. احنا عايزينه يرجعنا عملنا وبعد كده يقنن اوضاعنا واحد واحد، نتعين بعد سنه، نتعين بعد 2، نتعين بعد 3 سنين. بس دي احنا نفسنا احنا نكمل عملنا، عايزين نكمل في عملنا مش اكتر. كم واحد انطرد وهي الاسباب اللي الاداره متبنياها؟ احنا بيقولوا ان احنا 140 واحد، لكن في ناس طبعا مش متضامنه معانا. احنا بس كده حوالي 20-30 واحد هم اللي بينزلوا كل وقفات، لان الناس ديت ما عندهاش شغل. الناس اللي بتنزل دي يا دكتور احمد ما عندهاش رزق تاني، فهم بينزلوا عشان سوري فاضيين مش لاقيين حاجه يعملوها، فبينزلوا يقفوا ويعملوا وقفات. لكن احنا مش عايزين نعمل زي الناس اللي هي مش مثقفه ان احنا نقف ونعمل وقفات، بس عايزينك تحل لنا مشكلتنا. احنا عايزينك تحل المشكله بتاعتنا لان احنا خلاص تعبنا. في حد من اعضاء مجلس النقابه قابلكم وايه اللي تم؟ احنا بنحاول نقابل اي حد. اتقابلنا مع دكتور ضياء رشون اكتر من مره، ووعدنا ان هو هيبقى في مقابله بيننا وبين دكتور احمد. الكلام ده بقاله اكتر من 1.5 شهر لكن لحد دلوقتي ما قابلناش بيه. احنا كل ما نسال دكتور ضياء هو مش عارف. انت طبعا عرفت الخلافات الاخيره، بس احنا مش طرف في القصه ولا حاجه، بس احنا عايزين نرجع منها. ايه اللي تم مع الدكتور مع الاستاذ كريم اثناء؟ في احد الزملاء طلبوا منه ان هو يقول لهم هم وضعهم ايه وايه الحل اللي هم يعملوه، ايه الخطوات اللي هم لازم يتخذوها. استاذ كريم طلع وما رضاش يتكلم مع اي حد.